السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مية من قناة وصفات سحرية مع مية. النهاردة ان شاء الله هعمل لكم وصفة فورية جدا جدا وعن تجربتي، بجد روعة جدا، لتفتيح 4 درجات، تفتيح فوري. يعني مش هنضطر ان احنا نعمل الماسك او الخلطة اللي احنا هنعملها دي كذا مرة عشان تدينا نتيجة تدريجية، لأ. الوصفتين اللي انا هعملهم النهاردة هيخلوا بشرتك بيضة ومنورة بسرعة رهيبة، وبسرعة كمان مش هتحتاجي ان انت تعمليها كذا مرة. وان شاء الله باذن الله هتجربيها، يعني بصي هتعجبك جدا ومش هتقدري تستغني عنها. هتفتح بشرتك وهتخليها منوره. لو عندك كلف، عندك نمش، عندك تصبغات جلديه، عندك اثار الحبوب، اي اسمرار نتائج حروق الشمس، كل ده ان شاء الله هيتزال فوري. وقبل ما نبدا بقى وصفتنا، لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو يا حبيبه قلبي ما تنسيش تعملي لايك. اول حاجه في الوصفه، طبعا احنا هنعمل النهارده وصفتين والوصفتين احلى من بعض. هنعمل الوصفه الاولانيه، وصفه سهله وكل مكوناتها موجوده عندك في البيت، يعني مش هنشتري حاجه من بره، تمام. هقول لكم بقى على الوصفه الاولى دي، نتائجها فوريه ورهيبه جدا. اول حاجه معايا هنا معجون الاسنان. معجون الاسنان من الحاجات الفظيعه جدا جدا في التفتيح، وبتديكي كده نعومه واشراقه جميله جدا في بشرتك. هناخد قطعة من معجون الأسنان اهو، تمام، وهتدلكي كده اهو، هتدلكي بشرتك بمعجون الأسنان بدون مية، يعني على الناشف، تمام. هتدلكي اي مكان عايزة تفتحيه. وعلى فكرة الوصفة دي تنفع للأماكن الحساسة يا جماعة، الوصفة دي تنفع للأماكن الحساسة وتنفع للجسم، يعني اي مكان عايزه تفتحيه بتفتحيه، يعني مش للوجه بس، تنفع جدا وممتازه جدا للاماكن الحساسه، تمام. هتدلكي بالطريقه دي اهو على المكان اللي انت عايزه تفتحيه بمعجون الاسنان، تمام. بعد ما هتدلكي تماما بمعجون الاسنان على المنطقه اللي انت عايزه تفتحيها، هتسيبيه زي ما هو كده، وهنخش على الخطوه الثانيه وهو زي ما هو كده، تمام. هنعمل ايه؟ معايا هنا نص ليمونة، معايا هنا نص ليمونة، تمام. ومعايا هنا الكركم. طبعا عايزة اقول حاجة بس كده عن الكركم. الكركم يا جماعة مش اي كركم تجيبيه، الكركم المخصص للتجميل او الكركم الخام، لان الكركم المخصص للطبخ او اللي بتشتريه كده يعني من عند العطار سايب كده، يعني بيكونوا حاطين له مواد ملونة، يعني بيحطوا له مادة صفراء علشان تديله اللون ده، فما بيبقاش خام، بيبقى مغشوش بمعنى اصح. انما الكركم اللي هو مخصص للتجميل واللي هو الخام اللي هو من مكان موثوق فيه ونظيف، ما بيبقاش فيه الماده اللي هي اللي بيبقى خام، يعني بيبقى هو لونه اصفر طبيعي، ما بيكونش محطوط فيه تصبغات او الوانات. فانت تحاولي تجيبي كركم يكون نظيف ويكون خام وحلو، تمام. هنجيب نص الليمونه، وهناخد طبعا الكركم من الحاجات الفظيعة جدا 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 للتفتيح، فظيع فظيع فظيع. هتاخد منه وغمزنا الكركم بالليمونة زي ما انت شايفة، وهندعك اهو اهو كده اهو، وانت بتدعكي بتحاولي ان انت تضغطي على الليمونة على اساس ان انت تطلعي العصارة بتاعتها مع الكركم بتاعك كده اهو، حاولي ان انت تطلعي. طبعا حطينا معجون الاسنان، وعلى معجون الاسنان هنعمل كده، تمام اهو كده اهو، على كامل وجهك، على كامل جسمك، على كامل رقبتك. يعني لو عندك المكونات دي، طبعا هي ما بتخلاش من اي بيت، قومي اعمليها فورا وقولي لي النتيجه في الكومنتات، لانها بجد اكتر من رائعه اهو، تمام. بعد كده، بعد ما هتعملي الخطوة دي وتدلكي تدلكي تدلكي، طبعا ما تقلقيش من الكركم، ما بيعملش اي مادة صفرة لانه ما فيهوش الوان. عشان كده قلت لكم هاتوا الكركم النظيف مش بتاع الطبخ، لان بتاع الطبخ للأسف بيكون فيه مادة ملونة، فعشان كده ده اللي بيديك اللون الاصفر على بشرتك. انما الكركم من الحاجات اللي بتفتح البشرة بطريقة فظيعة.
هتدعكي كده، بعد ما هتدعكي بالطريقة دي هتسيبيها قد ايه؟ هتسيبيها ربع ساعة، تلت ساعة، نص ساعة، يعني على قد ما تسيبيها سيبيها، تمام؟ بس ما تقلليش المدة عن ربع ساعة، 15 دقيقة، تمام؟ بعد ما هتسيبيها على بشرتك بالشكل ده، طبعا بعد ما دعكتي وعملتي الصنفره، هتسيبيها قد ايه؟ هتسيبيها زي ما قلت لك من ربع ساعه لنص ساعه، تمام؟ بعد ما هتسيبيها هتغسلي بشرتك بميه فاتره، يعني بالميه اللي هي البارده، اللي هي ما تكونش سخنه، عشان نقفل المسام، تمام؟ هنخش دلوقتي على الوصفه الثانيه، تابعي معايا. الوصفه الثانيه خطيره برضو. الوصفه الثانيه بقى معايا يا حبايب قلبي وصفه رهيبه وسهله برضو جدا. انا بقدم الوصفات السهله وكله من مطبخك، هتجيب معاكي برضو نتيجة جميلة قوي قوي. طبعا انا معظم وصفاتي بتاعة التفتيح بحب جدا القهوة، البن او القهوة، القهوة العادية خالص السادة، تمام؟ ولو محوجة مفيش مشكلة. طبعا القهوة بتخلاش من اي بيت، انا جبت معلقة واحدة منها. طبعا القهوة من الحاجات يا جماعة الفظيعة جدا جدا للبشرة والشعر، فظيعة جدا جدا جدا، بتفتح البشرة وبتشيل الاوساخ المتراكمة في البشرة، يعني بجد بجد الماسك بتاعها رهيب رهيب رهيب، لان انا من بشرتي طبيعتها بتغمق، يعني لو شافت الشمس حاجة بسيطة بيطلع لها نمش وبتتعبني جدا. فالقهوة حل امثل وجميل جدا، انا استخدمتها كمان لما كنت جاية من المصيف، فتحت بشرتي بسرعة رهيبة. وده الكورن فلاور او النشا، الكورن فلاور او النشا. النشا من الحاجات طبعا الغنية عن التعريف للتفتيح، فظيعة جدا. الوصفة بتاعتي جميلة قوي يا بنات، والله هتعجبكم قوي. هنحط ادي كده معلقة ونص من الكورن فلاور او النشا، زي ما انتم شايفين كده اهو يا حبايبي، القهوة مع النشا. طبعا مش على النار ولا حاجة، على البارد، وصفتنا على البارد. تابعي معايا بقى الوصفة دي علشان رهيبة جدا جدا، رهيبة كمان للبشرة الحساسة، يعني الوصفة دي جميلة جدا للبشرة الحساسة، لان الوصفة اللي احنا عملناها في الاول لو انت بتتحسسي من الليمون هيبقى صعب انك تعمليه، او بتتحسسي من معجون الاسنان، فالوصفة دي جميلة جدا كمان للبشرة الحساسة. هننزل عليهم الاول قبل ما نضيف المكون الثالث، هننزل عليهم بماء الورد، هننزل عليهم بماء الورد، تمام؟ هننزل عليهم بماء الورد لحد ما نلاقي ان القوام بتاعنا بقى كريمي، لا هو سايل قوي ولا هو متجمد قوي، تمام؟ يبقى كريمي حاجة بسيطة اهو كده. شايفين القوام اهو بقى لونه وشكله زي الشوكولاتة اهو، تمام؟ هننزل عليهم بايه؟ بزيت جونسون. زيت جونسون للاطفال، زيت جونسون من الحاجات الجميلة قوي قوي قوي، وانا بفضلها جدا في الوصفات، لانها بتدي ترطيب ونعومة جميلة قوي قوي قوي، وملهاش اي اضرار، حتى لو بشرتك دهنية مش هتأثر خالص. هنحط من زيت جونسون مقدار معلقه من زيت جونسون للاطفال. طيب لو مش متوفر عندك زيت جونسون للاطفال، زيت زيتون، تمام؟ اهو هنقلبه اهو زي ما انت شايفه كده اهو. طبعا انا عايزه الزيت يختلط مع المكونات بتاعتنا اهو كده. الوصفة دي بتنفع جدا 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 بالليل، وعلى فكرة برضو بتنفع قوي 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 للبشرة الجافة، بتعمل على تفتيح وترطيب، وكمان تفضل الوصفة الاولانية بالليل والوصفة دي برضو بالليل، هتاخدي منها اهو، وتنفع برضو للجسم يا جماعة وللباقي الوجه وكله، تمام؟ هتاخدي منها بالشكل ده كده وبايدك اهو، اهو
وهتعملي تدليك. تدليك انا عايزاكي وانتي بتحطي الوصفة تعملي زي نظام تدليك على بشرتك. التدليك ده بيخلي الوصفة بتاعتنا تتجانس او تدخل جوه البشرة تماما. اعملي تدليك، انتي هتحسي ان الوصفة جمدت منك علشان النشا، بس انا عايزة كده علشان احنا بنعمل صنفرة مع ترطيب وبيدخل على اعماق البشرة من جوه. تمام، هتعملي تدليك زي ما انتي شايفة كده، وهتسيبيها على بشرتك نص ساعة ربع ساعة برضو على حسب ما هتسيبيها، او ممكن كمان 10 دقايق، بس لان انتي مع التدليك ده بتتخلي الوصفة تتعمق مع البشرة. عايزاكي تعملي الوصفتين اللي انا عملتهم النهاردة دول، وشوفي وقوليلي النتيجة بجد والله العظيم. وبكل ثقة بقولك انتي هتدعيلي، هتدعيلي من قلبك، هتلاقي تفتيح رهيب بإذن الله. انا ما بقدمش وصفات غير لما بكون مجرباها وواثقة منها 1000000%. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، بالله عليكم مش هتخسروا حاجة لو عملتوا لايك جميل كده وكومنت حلو. الله يجزيكم بألف خير، اشوفكم على خير، وانتظروني في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.